احمد فتحي ناحيه اليمين اخطر. كنت هسألك السؤال ده قبل بس بسألك ونكمل فيه لأنه ده سؤال مهم جدا. خلينا نروح نعرف أجواء المباراة كابتن حمادة من أرض الملعب، تامر من أرض الملعب مع زميلنا كريم أحمد. كريم يعني طمنا الأول على أجواء المباراة وعدد الجمهور وطمنا على كل ما يحدث على التليفون. طبعا هو معانا بواقع التحية ليك والكابتني طبعا في الاستاذ تحليلي. المنظر رائع كابتن اسلام، حضور اكثر من رائع لجمهور النادي الاهلي. ابدا معاك، جمهور النادي الاهلي بمجرد نزول فرقه صن داونز الى ارض الملعب ابتدى التشجيع وابتدى الهتاف. طبعا يمكن المنشود المشهوره جدا حارب على البطوله بروح الابطال دي يمكن كانت بتهز المدرجات 30,000 زي ما اكدنا كابتن اسلام، لكن في تسهيلات كبيره جدا من وزاره الداخليه. فتحوا اكثر من مدرج لدخول جمهور النادي الاهلي، العدد يفوق كابتن اسلام ال 30 وال 35 يمكن يصل كمان ل 38,000 بالنسبه لحضور جمهور النادي الاهلي. لكن الجو في اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن اسلام في عاصفه ترابيه يعني كنا شايفينها في استاد برج العرب الرؤيه يعني مش كتير، لكن لعله وكال خير لعيبه النادي الاهلي وان شاء الله يعني ينعكس علينا بالنسبه للمباراه. حضور الجماهير باكد ده اكثر من مره كابتن اسلام، لان اربع دقائق تحفيز كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، نادوا على اللعيبه كلهم. لعيبه النادي الاهلي راحت كالعاده تشجع الجمهور. طبعا افريقيا يا اهلي لعب برجوله حارب على البطوله، كل دي الهتافات من اول دقيقه نزلها للنادي الاهلي الى ارض الملعب. اجواء حماسيه يا رب يا كابتن اسلام. رضوان النهارده لعيبتنا كالعاده تكون مركزه، النتيجه بنأكد النتيجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تفاؤل يا كريم، التفاؤل تامر بيسالك بيقول لك التفاؤل، هل في تفاؤل يعني وانت ماشي ما بين الناس وبتتكلم مع الناس، هل في تفاؤل ما بين الجمهور ان الاهلي قادر يعملها؟ ان الاهلي يقدر يعملها؟ كابتن اسلام قيمه النادي الاهلي الكبيره مش بعيده عننا، النادي الاهلي قيمته التاريخيه وقيمته الافريقيه، جمهور النادي الاهلي كله اللي بيقول لك ان شاء الله نكسب سته ان شاء الله نكسب سبعه، الناس عارفه ان الامل ضعيف لكن عندها امل متمسكه بيه، حتى لو ضعيفه يا كابتن اسلام هو ده وعي الجمهور، الجمهور بيدي رساله كبيره جدا جدا للاعبين النهارده، ستاندر في كل الظروف رغم النتيجه رغم المباراه. ممكن النادي الاهلي النهارده لو ما فيهوش المباراه لكن رساله مهمه، هو ده جمهور النادي الاهلي اللي احنا قلنا عليه كابتن اسلام وانت اتكلمت عليه امبارح استفاضه كبيره جدا. ان شاء الله النهارده باذن الله الجمهور يكون السند والدعم الحقيقي من اول دقيقه لاخر دقيقه ونطرق النتيجه ان شاء الله لو ربنا رايد باذن الله يكون لينا فرحه. ولو النادي الاهلي اصبح لا قدر الله لابد ان احنا نحيي اللعيبه ونكون وراهم، مش هي نهايه المطاف يا كابتن اسلام، لسه النادي الاهلي هيحقق بطولات عديده لسه سنين كثيره يا كابتن اسلام ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم على نقل الاجواء. لو في اي حاجه حصلت طبعا مستغربينها او انت مستغربها ولا حاجه لازم تكلمنا تقول لنا على طول عشان الناس دايما بتستنى من قناه النادي الاهلي ماذا يحدث في ارض الملعب. اسامه